ألا معليش، المجتمع المدني الاعتمادات المالية التي تم الالتزام بها لحقنا 99.76، هذه إعانة بلدية البي سي دي، وهل من مزيد؟ مسيو التريزوري، مسيو فوتر فينونسي، الميزان بون 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 يضك. ولكن نبدو معطيات المجتمع المدني، لأن أحيانا المجتمع المدني ممكن، وهذا طرحوها الأخوات والإخوة، طرحوها هو العلاقات مع البلدية. أنا نزيد نأكد عليها، السيد الرئيس الشعبي البلدي في المداولات حيطوا الجمعيات، ممكن الجمعيات عديدة، لكن ممكن جمعيات قطعية. قال نهار عندنا موضوع فيما يخص الثقافة ولا فيما يخص الرياضة، نعيطوا جمعيات ثقافية. كيعود في جدول الأعمال موضوع فيما يخص كذا، نعيطوا لبعض الجمعيات الممثلة. ممكن بعض قال الموضوع حي الفلاني، نعيطوا الجمعية تاع الحي. ما نروحوش نجيب سيدة البلد تجيب 500، عندك 500 جمعية في بلدي. أنا 501 جمعية في بلدي تيرت. هاي بالقائمة الإسمية تاعها. يروح رئيس بلدي يجمعهم الكل ونوليو غير كذا. لا. لا نظن بارزون. أنا عندك 12 مقاطعة إدارية داخل بلدية. لقاءات مع كل مقاطعة مع الجمعيات اللي كانها، كان جمعيات ممكن عنده بعد تاع كاع البلدية، ما فيش خاصة جمعية الأحياء. أعطيوا الأهمية لجمعية الأحياء، حتى من 40 متدخل لاحظت ثلثي تاعهم جمعية أحياء. جمعية دينية ما واحد ولا زوج، جمعية شبانية 4 ولا 5، أكثر متدخلين هنا جمعية الأحياء، نظرا للنقائص اللي تعرفها بلدية تيرت تهيئة العمرانية. التحدي الذي ينتظرنا في سنة 2024 بلدية تيرت هي سنة التهيئة العمرانية. باش نشد انا مكونفيرم باللي راهو ناطل دوفر، هذا الحي اللي قلت عليه ناطل دوفر. واش من حي؟ سيدي ايمابل كوليكتيف، والله لوتيسمون. دونك يا بروبليم دانفورماسيون، مشكل تواصل. يخرجوا جورنال الناس كنت تعرفوا من هان دارت المداولة، يعرفوا باللي في الحي هذا الفلاني درنا فيه ما نوليش كحي الرحمة. قال مجمع مدرسي في حي الرحمة، ومن بعد تبدل الحي الرحمة أخرى، ها تحام الرحمن الرحمة ولا وين طريق السكر كارجو طريق السكر، ومن بعد راح للرحمة ولا لوين. المهم لكن إذا كان برمج في هذاك الحي حق هذاك الحي، ما نغلطوش بعضنا، مديون الحي الفلاني الحي الفلاني. نهار الاول ما نبرمجوش، من نهار نبرمجو نعطيلو، يعني اذا كان عنده الاولويه يدي. وعلى ذكر المدارس باش تكونوا في الصوره، من 35 ها هنا مدير التربيه، من 35 مجمع مدرسي في الولايه ككل، 6 العام هذا حليناهم في تيرت، 2 في كارمان، 1 في زمالة، 1 في لالة عبدية، 1 في زعرورة، 1 في رحمة. هل من مزيد؟